اهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من سيلفي اوروبا اللي بتجيكم مني انا محمد عواد بعد فوز ريال مدريد المهم جدا على سان جيرمان الفوز اللي جاء ممكن احكي خارج التوقعات حتى في سيناريو اللقاء كان خارج التوقعات ريال مدريد بدا اللقاء باجلاس واحد من بي بي سي وهذا الشيء تكلمنا فيه قبل اللقاء وقلت مش متخيل انه ريال مدريد يلعب بي بي سي ويفوز وزيدان كان منطقي اليوم كان واقعي فاخرج واحد اختار جاريث بيل يخرج بي بي ولعب بكريم بنزيما وطبعا كان اسكو البديل ليش اسكو ببساطه لاسباب كثير اول سبب لاسكو لأ دفاعي اسكو اللي عمله اليوم بالركض بمحاوله الضغط بمحاوله توفير الكثافه العدديه سواء يمين او شمال كان هائل جدا، الناحيه الدفاعيه كانت ممتازه، ايضا بوقف على الكره كويس، بيعرف يراوغ كويس، سرعته ممكن البعض بيعتبروه بطيء انه على الكره لكن سرعته بتناسب محاور وسط باريس سان جيرمان، وهذا كله كان مفيد جدا لريال مدريد في لقاء اليوم بوجود اسكو خصوصا كما شفناه بالشوط الاول. الفكره كلها كانت من اسكو انه اضعف خط فعلا بالمعادله النسبيه لما نقارن خط بخط، خط دفاع بخط دفاع، خط وسط خط وسط خط هجوم لسان جيرمان مقابل ريال مدريد هو خط الوسط وبالتالي الفوز فيه كان يخلي ريال مدريد يبين افضل الدقائق الاولى في اللقاء كانت واضحه جدا لريال مدريد فيها اربع في هجمتين او ثلاثه اعطت ريال مدريد ثقه انه في فرق كبير بين الدوري اه احنا سيئين بالدوري بس لا احنا بالابطال ما زلنا ريال مدريد وبالتالي لعب الشوط الاول بثقه كبيره فرقوا كثير هذول الدقائق سواء ببدايه الشوط الاول او بنهايه اللقاء لانها خلص انزرعت الثقه بالفريق انه بنقدر نعمل شيء ونطلع على تشكيله سان جيرمان كانت متوقعه بشكل او باخر لكن لو نطلع عليها اكثر ما فيش محاور وسط احتياطيين واضطروا يلعبوا بمحور وسط بمزايا هجوميه وقليل الخبره زي ما شفنا تسبب بركله جزاء او ركله مباشره خطيره وهذا الشيء كان له ثمن يعني ثمن امبابو نيمار كان يعني التخلي عن محاور في الوسط ادت لانه الفريق يفتقر حتى البدائل التكتيكيه انه يحاول يطلع بافكار مختلفه مش يعني خلينا نسميها متوازنه ولكن لما حاول يعمل شيء امري فقد التوازن واتلقى الهدفين ايضا شفنا الفريق بشكل او باخر زي ما حكينا كمان قبل فتره انه مشكله سان جيرمان مش عم بيعرف حاله قوي ولا مش قوي بيلعب مع عندي كثير اضعف منها نيمار وامبابي لحالهم بيعرفوا يغلبوهم بدون لا تكتيك ولا مدرب وشفنا اليوم كثير كان سهل ينضرب بالمرتدات كثير ريال مدريد كان عم بيقدر يلقى مساحات ولو كان ريال مدريد بحدده الطبيعيه اللي متعودين عليها من السنه الماضيه كان ممكن المباراه خلصت بالشوط الاول زي ما شفنا انفرادة رونالدو وباكثر من لحظه كان بدها بس التمريره الصح المرتده الصح اللي الريال افتقرها طبعا بشكل او باخر في هذا الموسم مقارنه بقوته في الموسم الماضي من الاشياء المهمه هذا اللقاء البدايه اللي كانت على نيمار، كان فيها نوع من اللي يسميه الفلسفه الايطاليه في اللعب والدفاع على اللاعبين الموهوبين، كان في ضرب على نيمار، كان في دخول خشن على نيمار، بعض الاحيان يحاولوا يحطوه بين اثنين ويضغطوه بدنيا وهذا الشيء كان هدفه واحده من الاثنين يا يخوفوه ويصير يمرر الكره لزملائه وبالتالي الكره مش مع نيمار وبالتالي سان جيرمان بيخسر اهم لاعبيه او يوتروه، وبين انه توتر، تلقى بطاقه صفراء، بعدين هيدي بعدين بتحس انه حتى مزاجيا اللاعب مش هو هو. ولعله من اهم افكار المباراه دور كاسيميرو الممتاز جدا اليوم بعزل كافاني، عزل كافاني ما كانت قوه فاران ولا راموس، وحنرجع نحكي عن راموس، ما كانت لا قوه لا فاران ولا راموس، كانت قوه فعليا من كاسيميرو اللي كان معلم او مفكر كويس انه لازم الكره ما توصل كافاني، ومجزء وبالشوط الاول فعليا كافاني اقل لاعب لمس الكره في سان جيرمان حتى اقل من حارس مرماه، وبالتالي شو اللي كان يعمله كاسيميرو؟ كان لما نيمار تكون مع الكره هو كان عينه على كاسيميرو وعينه على الكره بنفس الوقت يوقف بطريقه عينه على كافاني طبعا يوقف بطريقه تمنع الكره توصل كافاني وبالتالي تروح الكره بعيد وهذا الشيء امن قلب الدفاع كويس امن منطقه الجزاء كويس خلى خطوره سان جيرمان كثير على الاطراف كان مطالب نيمار يراوغ اكثر نيمار كان نعمل عليه زياده عدديه بس المشكله هي هي اللي كانت مع برشلونه مع نيمار هي نفسها الموجوده الان مع نيمار بسان جيرمان نيمار بيحاول يجي بحل فردي لوحده مش عم بحاول يدور حل جماعي ونفس الوقت اليوم ثلاثي وسط سان جيرمان مش عم ما كانش عم بيعطي الحركيه الزياده باول مره عمل حركيه سجل هدف وبالتالي مش عم بيعطي الحركية الزيادة اللي تستفيد من الكثافة العددية اللي تنحط حول نيمار ويستفيد من المساحات اللي كانت تترك، لكنه ما كان يعمل هذا الشيء، هذا الشيء كثير ساعد ريال مدريد خصوصا في الشوط الأول إنه يظهر الفريق إنه بمستوى ممتاز، إنه سان جيرمان مش زي ما كنا خايفين منه، لا بنقدر نغلبه. ريال مدريد في الشوط الأول زي ما شفنا مارس ضغط عالي ممتاز جدا، الضغط العالي كان تماما يمنع القلبين الدفاع حتى توصلهم الكرة، كان الصعود على الأطراف وكان صعود الأطراف بسيط، يعزلوا حتى خط الوسط عن الأطراف ويخلوا الكرة كأنها بس لنيمار أو لإمبابي وشبنا انه مره واحدة حتى امبابي كانوا مش قادرين يروحوا عليهم كانوا يبنوا اكثر على الجهه اليسرى عشان يوصلوا الكره لنيمار لكن ما كان في تواصل بين اليمين واليسار واليسار, واليسار واليمين وهذا الشيء فعليا انه سان جيرمان استثمر 400 مليون بلاعبين خلاهم كانهم استثمروا 200 مليون بلاعب واحد وعزلوا عن الباقيين وهذا الشيء خف كثير لكن كنا عارفين تماما انه الضغط العالي والضغط البدني لريال مدريد في الشوط الاول مستحيل يتكرر في الشوط الثاني وفي شغله بدي احكيها الشغله فرقت كثير بالشوط الاول ورجعت فرقت باخر ربع ساعه بالشوط الاول ريال مدريد كانت نسبة نسميها مراوغات قطع كرته للمراوغات عالية جدا وفعليا في اول 22 دقيقه يعني نص الشوط الاول الريال افتك تسع كرات من سان جيرمان بدخول مباشر مقابل افتكاك واحد لسان جيرمان وهذا الشيء بسموه هو مش قابل للقياس فعليا كره القدم بسموه جوده الافتكاك او جوده التكل جوده انك تنزل على اللاعب تاخذ منه الكره تحط رجلك على الكره مباشره ما تستنى يخسر الكره بالتمريرات او شيء الريال لا كان عم يدخل على الكره وهذا الشيء فاده كثير خلى يفتك الكرات كثير كان يخلي لعيبه سان جيرمان مش قادرين يوازوهم وهذا الشيء هي الجوده اللي كانت الريال ما فيه بالاضافه زي حكينا للضغط العالي هاي النشاط الثاني نزلت ولما نزلت في اول الشوط الثاني شو معناها؟ سان جيرمان رفع استحواذه على الكره، سان جيرمان وضع الكره عند منطقه جزاء ريال مدريد، سان جيرمان بين اخطر بشكل واضح، ولعند ما رجع زيدان بدا يجري التبديلات نتيجه انه فعليا بنزيما اليوم كان سيء مش موجود تماما، وبعدين لما اجرى التبديلات الجديده اعطت الريال الحيويه، رجعت حتى هذه النسبه يعني خلينا نحكي وصلت هي 12 تقريبا هي نحكي عن افتكاك الكره، رجعت بعد ما رجعوا ثلاث لعيبه جداد في الملعب، رجعت رجعت كثير عاليه، رجع الريال مسك رجع الريال حسب الامور. وبالتالي هذه بالنسبه لي من الجودات اللي ممكن مخفيه في لقاء اليوم لكنها حسمت جدا وفرقت كثير لانه سان جيرمان ما قدر يوازيها وسان جيرمان فعليا عندهم مشكله افتكاك كره حتى في الدوري الفرنسي ممكن الريال ما خسر تلقى هدف وحيد لكن بعد الهدف شفنا الريال فقد تركيزه لدقائق شوي بعدين رجع دخل اجواء اللقاء ولو كاباني سجلها اكيد المباراه راحت لمنحه اخر زي لو انه رونالدو سجل الانفراد الاولى اكيد لو راحت المباراه لمنحه اخر وهي مشكله دوري ابطال اوروبا انها دائما بتفاصيل صغيره بلحظات صغيره لكن لو نرجع نشوف هدف ريال مدريد هدف تكرر مليون مره هذا الموسم شو هو؟ بتلقى قلب دفاع من الاثنين متقدم بدون سبب بترجع الكره بتنقطع بيوقف بفكر شو يعمل بتاخر ونتكلم الان عن راموس بتاخر فالمساحه بتصير منطقه جزاء وبصير بتتغير الادوار بصير قلب الدفاع مطلوب منه يراقب الجناح والظهير بصير مش عارف مع مين يوقف وبنفس الوقت بنشوفهم الريال بيتفاجئوا بالكره الثانيه نفس الشيء مودريتش زي ما بنشوف بالصور هاي كان قريب كثير من اللاعب رابيو ولكن لما اجت الكره ارتدت كانت المسافه كبيره اللاعبين عم بيستنوا يشوفوا وين بعدين يتوقع بعدين يتحركوا وهذا الشيء مش ميزة اللاعبين يصير اللاعب انه يتوقع ويتحرك هذا الهدف تكرر 50 مره هذا الموسم مع ريال مدريد زي ما احنا عارفين تاخرت التبديلات شوي كان واضح الريال قل كثير في الشوط الثاني شوي شوي بلش يقل اكثر لما دخلنا على دقيقه 60 الان كان هون في مشكله عند ريال مدريد اللي هي ريال راح ما يدفع ثمنها حتى اليوم فرصه على باب المرمى طاعت ولكن بعدين بدات التبديلات توصل وصل بين اضاف نوع من السرعه على الاقل لكن كانت لسه مش ملموسه لعند ما اجوا التبديلين الحاسمين المغامره اللي كانت لابد منها لكن هالخطه اللي عم تمشي كويس دائما مع ريال مدريد هذا الموسم واللي بنرجع نسال انه ليش ما ضلك تستخدمها فاسكس واسنسيو رجعوا مش ضروري يكونوا طبعا نعمل الاثنين هم اللي بلشوا ممكن اسماء اخرى رجع الفريق ل 4 4 2 اسنسيو قلب الدنيا زادت الحيوية مرة ثانية زادت الحركية في الفريق الآن كان في المقابل تبديلات سيئة جدا عم بقودها امري ومقدرش بس الومه لانه طبعا اخراج كافاني لانه كافاني كان خفيف تماما صراحه كاسيميرو لمساته الكرة قليله لكن طبعا اكيد المهاجمين ممكن يضلوا بدون شيء بس يسجلوا بس كان ابدا مش قادرين يوصلوا له وهذا الشيء خلاه مش قادر يستوعب شو يعمل امري وبالتالي لانه توتر قل اعتقد ضعف شخصيه مدرب زي ما صرنا عارفينها يعني من, من وقت الريمونتادا خلاه يقوم باول تبديل غريب دفع بالفيس للامام الفيس كبير بالعمر بعدين اجى تبديل دراكسلر بعدين فرح خلص الجهه دي صارت كانها ما عندهاش اصلا الزياده ما عندهاش الدفاعيه المطلوبه وهذا الشيء خلى اسينسيو يرتاح وما زي اسينسيو خلت يجي هاي الكرات وبالتالي خلينا نحكي امري ضيع اللقاء بالتبديلات زي ما زيدان كسب اللقاء بالتبديلات هي مساله قرارات لكن بقدر ما انه الريال ضعف دكته هذا الموسم بخروج بعض اللاعبين بقدر ما سان جيرمان دمر دكته بخروج ايضا اللاعبين لانه يعني اخرج اكثر من لاعب كان ممكن يستفيد منه هذا الموسم وابقى على تشكيله كثير هجوميه بدون حتى محاور قدر يعني سنة ديارس جابوه من لاعب ما بيلعبش قدم وكان المفروض يكون مع سان جيرمان محور اضافي قادر يشيل مباراه زي هاي لانه ما عندهم هذا المحور حتى الان. مباراه ممتازه بشكل عام لريال مدريد باستثناء 15 و20 دقيقه باللقاء الريال كان عم بيلعب صح عم بيمشي صح وزي ما كنا متوقعين ريال باوروبا غير عن ريال الدوري وهذا الشيء معروف. والان الريال فاز 3-1 النتيجه مش حاسمه طبعا ما زال كل شيء متاح في الشوط في الموسم في الاياب وما زال كل شيء ممكن والاياب بعيده شوي الريال ممكن يعالج مشاكله ما زال عنده هبوط في الموسم في الشوط الثاني واضح لدقائق وأيضاً سان جيرمان ما بنعرف شو ممكن يصير فيه لهذه الفترة، اليوم تعلم درس واضح جداً أنه دفاعه مش كثير قوي ما بيقدر يلعب بنفس الشكل الدفاعي خط وسطه كثير سيء انه يسترد كره خط وسطه لما يتقدم كثير سيء بالارتداد وبيسبب مشاكل وهذا الشيء كلها مشاكل تعلمها سان جيرمان هل بيقدر يعالجها لموعد الاياب طبعا هذا ممكن لما يكون معك نيمار امبابي كافاني بالتاكيد تقدر تصلح فارق هدفين ونفس الشيء بالتاكيد صعب تصلح فارق هدفين امام ريال مدريد كل شيء في الملعب ما طبعا غير له افضليه الفارق لكن كل شيء راح نعرفه بالاياب نوصل لنهايه هذه الحلقه كنت معكم أنا محمد عواد موجود في فيسبوك تويتر انستغرام سناب شات وضروري جدا اشتركوا على قناه سيلفيسبورغ على اليوتيوب والسلام عليكم ورحمه الله